كيف؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم يا اخوتي الاعزاء ديتكم تشوفوا الكنيسه من الداخل. الكنيسه هذه جايه في وسط عاصمه امستردام، العاصمه الهولنديه امستردام. اسم تاع الكنيسه هذه نيوكيرك. هنا يا اخوتي يجوا الناس يتزوجوا، وثانيك الملك تاع هولندا ولا الملكه اللي كانوا في الاول ليتو كامل هنا اللي يجوا يحلفوا. راكم تعرفوا هذيك ما يكون وافي اكسيتيرا. هاي لك من الداخل كيفاش دايره. خليكم تستمتعوا بالجوله لهذه الداخل. لا خوتي ما تنساوش تدعمونا بالجيم والاشتراك والبارطاج، ربي يحفظكم. هنا يا خوتي لازم تشري تيكي باش تدخل داخل، والناس اللي عايشه هنا في هولندا اللي عندهم لاكارت تاع الميوزي يقدروا يدخلوا بلا ما يخلصوا، سي غراتوي. باسكو لاكارت هذيك تشريها 60 اورو، عندك عام كومبلي تدخل بها لي ميوزي كامل تاع لا هولندا باطل. هنا يا خوتي هولندا معمره بلي ميزي الميزيوم فيها 460، دونك الناس اللي تحب لي ميزيوم هولندا وجهه مليحه ليهم. وسيميو تشري اللي عنده اللي يكون عايش هنا في هولندا سيميو يشري لاكارت، باسكو 60 اورو عام كومبلي تدخل وين تحب. هذا يا خوتي اللي راكم تشوفوه هنا الديكور هذا تاع الزجاج، هذا اول زجاج كامل داروه في الكنيسه هذه طف 1650. شوفوا شحال شباب الاول كامل اللي داروه هنايا داخل الكنيسه هذه. وهذا من يا خوتي لي تيتر، شي لي تيتر واش كان عندها الملكه تاعهم. هذا كامل اللي كان عندها الملكة هذه بياتريكس، هي مه تاع ويليام، كانت حكمة من قبل ما تمدلو ليه في 2013. هذا كامل واش كان عندها، ما كان عندها بليزيور تيتر. هاهم اللي كعلقوهم كامل هنايا، تما ماشي كانت برك ملكة تاع هولندا، ولكن كانوا عندها بزاف ثاني كلي تيتر. كان تانيك البرنس تاع اورانج ناسيو اكسيتيرا اكسيتيرا، شاك وحدة عندها الحكاية تاعها تما. هايليك هنايا خوتي راهو مدفون احد اشهر الشخصيات اللي كانوا متحكمين في البحر، واسمو ميخائيل دو رويتر. هنايا بين 1607 و 1676 هاوليك القبر تاعو الداخل. هنا اللي راه مدفون، راهم تشوفو الصندوق هذاك هاوليك الداخل، هذا هو القبر تاعو، أحد أهم الشخصيات اللي كانوا متحكمين في البحر، تسمى كان متحكم في البابور هاديك ساتيرا. هاوليك الداخل هنا يا خوتي كيما راكم تشوفو، هذا هنايا واحد من اهم الشخصيات اللي كانوا في البحر، ما اللي كانوا شادين البحر كما نقولوا احنا السلطه في البحر، راهم مدفون هنايا.
هم اللي قدروا ستاتيو تاعهم، وهادو يا خوتي العزاز هنا في الارض كما راكم تشوفوا الاسماء وتهويتو. هادو هنا يا راه مدفونين عباد. هاوليك النيميرو، هذا النيميرو 26، هاوليك الخبر تاعو، هذا النيميرو كيف كيف منه، هاو الخبر تاعو. هادو كامل رانا عافسين فوق عباد كانوا مدفونين هنا. الكترونسات فوالا، اهم الشخصيات كامل راهم هنا الداخل مدفونين. هنا يا خوتي العزاز كما راكم تشوفوا الملك مع الملكه ماكسيما، هنا اللي عاود ولا حكم لا هولندا، سمع حكم السلطه المملكه الهولنديه ولات على يدو. هنا دا الحكم من عند يما، كما راكم تعرفوا هولندا مملكه، دونك الحكم تاعها ملكي، تما ما عند باباك جدك اكسيتيرا. هاوليك هاوليك الملك ويليام، وهذه أليكس ماكسيما، المرأة تاعو أرجنتينية، الجنسية تاعها أرجنتينية، دوميل طراز لي ولا مالك هنا، هنا الداخل، الداخل هذا الكنيسة. هذيك التشيرش هذيك من برا الكنيسة اللي كنا لداخلها، وهذيك من برا كيفاش دايرة. وانا خوتي راني ندير لي فيديو هذو باش نمد برك معلومات والثقافة العامة، باش خوتنا يشوفوا واش كاين هنا في هولندا. انا توسكي رولاتيف مع هولندا راني ندير معلومات عليه، سوا دي جاردان سوا بلايص هكا شابين، نامبورت كل حاجة راني ندير دي فيديو عليها باش نمد معلومات. وثانيك رانا حواسين، شاك فوا راني نروح البلاصة كنحوس فيها راني نديكم معايا تشوفوا. دونك انا ما رانيش نتجع على حتى حاجة. على خوتي ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، استنانا في فيديو جديد ان شاء الله. هاكا خوتي هيا مالا دعمونا بليجام والبارطاج، ربي يحفظكم. هيا هي ليكيب.